كان صح ان هم يتصالحوا عادي كأن مفيش حاجه حصلت؟ طيب انا هقف بس عند كلمه شيخنا، في فرق كبير بين الطبطبه والحل. انا عايزه اخش في ما انا اقول حاجه والله اقول حالا، في فرق كبير بين الطبطبه والحل. مشكلتنا دلوقتي ان كل واحد ما بياخدش الدور بتاعه وعايز ياخد دور غيره. يعني الحما عايز تاخد دور ابنها، والزوجه عايز تاخد دور الزوج، عشان مثلا لو هنقول ان هو مسافر او في اي ظروف تانيه، او هنا مش شرط مسافر. لكن بقى اللي عندي دي مفاجاه، عمر النفوس ما هتتصافى لو ما تحلش الامور صح. وهتبقى أسوأ، وانا بقول لك اهو بفكرك من القعده دي. أيوه. هتبقى أسوأ مع البنت الصغيره مش الحما. لان مهما كان الحما، انا اسفه ان اقول الكلمه دي، عندها اسلوب مستفز غير مرئي. هي أيوة. كست كبيره تقدر تستفز البنوته الصغننه اللي هي بالظبط اللي هي تقدر تستفزها. ولكن من مكان هنا بقول لك الموضوع ما وقفش لحد هنا. الموضوع مش هيقف لو ما فيش حل بجد نفسي دخل وفعلا حلينا المشكله القائمه. يعني هي رجعت تاني البيت، طب ما المشكله لسه موجوده.